بنات واولاد كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ بون الفيديو هذا انا صراحه مشيت صورت نص ديالو وفي تصورته كله من بعد وانا نقول جاي بورينغ، علاش ما نخرجش ونتمشى ونهضر غيكون حسن. دونك هنا انا وروبين جوجنا كنتمشاو. الفيديو ديال اليوم هو 10 ديال الحوايج اللي كنتسنى كورونا تمشي باش ديرهم. كما عارفين ملي بدات كورونا بزاف ديال الحوايج ما بقيناش كنديروهم، ما بقيناش كنخرجوا للغيسو، ما بقيناش كنسافروا، ما بقيناش كنديروا بزاف ديال الحوايج. ففي هذا الفيديو هذا غنقول لكم انا ليست ديال 10 ديال الحوايج اللي كنتسنى كورونا تمشي باش نرجع نديرهم. على غنكومونس. اول حاجه هي اول حاجه بعدا هي انني نسافر في هولندا. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انا ملي جيت لتركيا ملي جيت من تركيا لهولندا موراها بثلاثه ديال السيمانات بدا عندهم الحجر الصحي، وهذيك ثلاثه ديال السيمانات الاولى ما قدرناش نسافروا فيها حيت كان روبين يلا خد الدار وكان خصنا نفرشوها، فما كان عندنا لا فرش لا حتى شي حاجه. فهذيك ثلاثه ديال السيمانات الاولى كان هو عنده 15 يوم ديال العطله، سيمانه جلسناها في تركيا والسيمانه الاخرى كانت هنا في هولندا، ولكن دوزناها كلها كانت قداو للدار الفراج. دوكو ما سافرت ما مشيت حتى شي بلاصه ملي جيت من تركيا نيشا لخرونينن، وباقي ما سافرت حتى شي بلاصه، باقي ما زرت ما شفت لا امستردام لا روتردام لا حتى شي بلاصه. دوكو هذيك اول بلاصه غنمشي ليها اون فوا غتمشي كورونا ويكون عندنا ويكاند. بغيت نمشي لامستردام نشوف امستردام هذه كيفاش دايره. دونك هذيك هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي توحش هي الماكله في لي غيستو، غيستو ولا سناك ولا فين ما كان، المهم الماكله برا ديال الدار. انا من النوع اللي كيعجبني انا ناكل في الدار، كيعجبني نعرف اش واكله، ناكل اكلي هو صحي، ولكن مره في جوج سيمانات مره في شهر الواحد يخرج يتعشى على برا سا شونج، و كتحس براسك مزيان ما عرفتش. ولكن هذاك القضيه ديال انه حنا شحال هذه ما عرفتش شحال، وحنا 6 شهور 6 شهور ما كاينه على برا، كنحس براسي بحال صافي عييت. دونك هذيك الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هي هكا نهار السبت الواحد روبين واحد باش كيشوف اش بغيتي دونك الواحد مره كل السبت الليله ديال الجمعه والليله ديال السبت يخرج هكا كل واحد شنو كيدير. حنا كيعجبنا نمشيو لشي باب ونجلسو فيه حتى لهذيك الوحده وندخلو للدار. فتوحش هكا داك الجو ديال انك تجلس في شي باب ولا تجلس في شي كافي ولا تجلس في شي او سالي با، كل واحد فيه كيعجبو يمشي. فتوحش داك الجو ديال الجمعه السبت. هنايا شاوت اوت لكنزة، كنا واحد الوقيته فاش كنا في تركيا كنا واحد الوقيته انا وكنزة روبين شيماء خليل واحد الكليكه ديالنا، كنا كل ليله الجمعه وكل ليله ديال السبت كنخرجوا كل جمعه وكل سبت. بون انا ما بغاش نرجع لهذاك لهذيك الدرجه ديال الخروج، ولكن السبت على السبت على جوج الواحد يخرج يضرب دوره على برا بوركوا با. فهذيك حاجه واحده اخرى اللي توحشتها بزاف. دونك هاد الجمعه والسبت في الدار فريمون 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 طلعوا لي في راسي، بكثرت ما حنا ديما في الدار ديما في الدار ديما في الدار، فريمون الدار طلعت لي في الراس ديال راسي. دونك هذيك الحاجه الثالثه. الحاجه الرابعه هي السفر. هاد العام هذا وكل ما كانتش كورونا كنا غنمشيو بزاف ديال لي ديستيناسيون، ولكن كنا في راس العام كنا غنمشيو لفرنسا وما مشيناش. كنا في شهر جوج باغيين نمشيو لسميتو اندونيسيا وما مشيناش. المهم كاع لي ديستيناسيون كاع الاسفار اللي كنا غنسافروهم ما تحققوش، ما سافرنا حتى شي بلاصه، ما درنا حتى شي حاجه. ف ان شاء الله من بعد ما تمشي كورونا ونقدروا نسافروا بغينا نرجعوا نسافروا. دونك جو بونس اول ديستيناسيون غتكون عندنا هي يا تركيا يا المغرب. دونك وحده من هاد جوج من هاد جوج ديال لي ديستيناسيون في الصيف ان شاء الله اذا مشات كورونا. يا ربي يا ربي يا ربي تمشي كورونا. الا اخر حاجه غتشوفوها في الفيديو الاخر اللي انا مصوره في الدار، ماشي اون فيت ماشي اخر حاجه، خامس حاجه هي انني نطلق انا سجاد. انا من النوع اللي عزيز عليا يكون عندي صحاب، عزيز عليا يكون عندي صحابات، واخا ما نكونش كنتلاقاو يوميا، ولكن كنتلاقاو مره في مده
نقدروا نخرجوا نتقهواو ونقدروا نتعشاو ونقدروا نديروا اي حاجه. مي انا من النوع اللي كيعجبوني يكون عندي صحابات صحاب، فهذه واحد الحاجه من الحوايج اللي توحشهم بزاف. جيسبر كورونا تمشي باش نقدر نتلاقى مع ناس وحدين. انا كيعجبوني كنعرف ناس ندير صحابات، فجيسبر ان كورونا تمشي. وما بين الحوايج الاولى اللي غنديرهم هي انني نتعرف على ناس جداد، ندخل الجروبات جداد هكا ديال الناس كيتلاقاو كيديروا اليوغا ولا كيديروا حاجه كما بغات تكون. فهذيك هي الحاجه الخامسه. الحاجه السادسه هي تمشي للمول. واخا انا هذه المدينه هذه اللي فيها ما فيهاش شي مولات كبار بحال ديال اسطنبول، ولكن كاين واحد الشارع كله عامر معاون محلات. فبغيت نتمشى في هذاك الشارع بلا ما ندير الماسك وندخل لهذا المحل بلا ما يقولوا لك لا دير التعقيم، لا عندك 10 دقائق ولا 15 دقيقه. نقدر ندخل ندوز تما واحد 15 دقيقه في هذا المحل، تخرجي تمشي للمحل الاخر وتخرجي تمشي للمحل الاخر. صراحه شي حوايج اللي هما بساط بزاف. لو كان هذه عامله 3 سنين شي واحد قال لنا ما نقدروش نديروه غنقولوا لا ما يمكنش. وللاسف هي دابا مع الوقت ديال كورونا، ولات انك تدخل المول ولا انك تمشي غير تدخل المحل تضيع فيه الوقت، ولا شي حاجه اللي هي كتحلم بيها وكتسناها امتى توقع. دونك هذه الحاجه جو بونس السادسه. الحاجه السابعه هي انني نمشي نعوم. الوغ انا ماشي بعيد باش تعلمت انني نعوم، جو بونس العامين الاخرى هي فاش تعلمت انني نعوم. وملي تعلمت نعوم وانا كنحماق على العومان. ف هنا في هذه المدينه اللي ساكنين فيها كاين واحد المسبح اللي كيكون كيسخنوا فيه الماء، فكيبقى محلول حتى في الشتاء. فصراحه توحش انني نمشي لهذاك المسبح ونعوم فيه، اولا نمشي لاي مسبح. مي بون هذه المدينه هذه هذاك هو المسبح الوحيد اللي كاين فيها اللي كيكون كيسخنوا في الشتاء. ف اون فوا يمشي الحجر الصحي ولا اون فوا غيتحل هذيك البلاصه غادي يمشي ليها. اون فوا غتحل غادي ندير فيها ريزيرفاسيون النهار اللي من وراه. الحاجه الثامنه اللي توحش هي جاست هذيك غادي ديال تعنك شي واحد، تجي عندك صاحبتك تحل الباب تعنقها. ملي جيت لهنا ما عنقت لا ماين روبين لا بابا لا اختو لا خو لا حتى شي حد، ما كتعنقش. اذا كتطلق مع ناس دير لهم غير هكا من بعيد هكا هاي. فتوحش ان ما تكونش كورونا ونقدروا ان احنا نعنقوا الناس بالاحضان. صراحه فريمون شي حاجه اللي توحشها هكا فاش تجي تسلم على شي واحد غتعنق ولا ما تكون غير ديك هاي. دونك الحاجه الاخرى هي نقرا في مدرسه. فاش غادي تمشي كورونا، دابا انا كنقرا الهولنديه في الدار مع واحد البنت انجليزيه كل نهار من 9 حتى ل 11. ف حتى هي كتقرا جوغ ماشي هي كتقرا يعني حتى هي كتقرا، فانا وياها بجوجنا كنقرا واحد الكتاب. ففاش غادي تمشي كورونا غادي ندخل المدرسه باش نتعلم هولنديه. دابا دابا الاوبشنز ديال القرايه هما انه الواحد كيقريك من الانترنت، يعني استاذ كيقريك من في زوم، وانا زوم كنستعمله مع هذه البنت هذه كنشوفها انها بيغ دارجون انا نخلص شي واحد يقراني في زوم. فانا وهذه البنت هذه كنقراو الكتاب، والكتاب اصلا ساهل فيه التمارين ساهلين وداكشي ساهل كنخرجوه انا وياها بوحدنا. ولكن بغيت هكا نكون هكا كتخرج من الدار غتمشي لواحد المدرسه، وهذيك المدرسه كتمشي وكتدخل كتسنى الاستاذ، كتدخل كاين واحد 20 واحد ولا 15 واحد كيقراو معاك وكتبقاو تعاودوا الجمل، وهذا هذاك الجو ديال المدرسه توحشتو. ان شاء الله فاش غتمشي كورونا غادي نرجع نقرا في المدرسه، ماشي غنرجع نقرا غادي نبدا باسكو انا اصلا باقي ما بديتش. الوغ الحاجه الاخرى هي انك هي ان نرجعوا الناس نفيق نرجعوا لهذاك الوقت اللي ما كانش فيه شي حاجه سميتها كورونا، ولا كتحل التلفازه تسمع اوكي لقد تم التغلب على كورونا، هكا 70% ديال 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 الناس تفاكسيناو في العالم وصافي، يقول لك حياتنا غترجع كما كانت، ما بقاش مشكل ديال كورونا. ما بقاوش يسمعوا كورونا في الاخبار، ما بقاوش نشوفوا كورونا في الاعلانات هكا في الطابلوات في الزنقه، ما كاينش شي حاجه سميتها ماسك، ما كاينش شي حاجه سميتها سوشيال ديستانسين، ما كاينش شي حاجه سميتها دير تيست قبل ما تسافر. ما كاين عشنا عامين في هاد الكورونا هذيك كنحس بحال الا عشنا فيها من ديما وهي معانا. ف فريمون هذاك كتحس بيه واحد الحلم
بقدر ما هو قريب انا وسهل، بقدر ما هو بعيد. فاش كتسمع انه كاين شي فيروس تحول جو كورة، خص هاد الدولة تقطع طيران مع هاد الدولة وهاد الدولة، فاش كتحس كتقول راه بداو كيتفاكسيناو الناس جو كورة، حنا قربنا شوية. عاوتاني كتسمع سدوا طيارة ما بين هاد الدول، كتقول ناري عاوتاني. ف هاكا اي كان نوت ويت للنهار اللي صافي ما كاينش شي حاجه فيه سميتها كورونا، ما كاينش شي حاجه فيه سميتها الماسك وهذا الشيء هذا كله. فهذه كانت توب 10 حوايج اللي كنت نديرهم من بعد كورونا. جيسبيغ انها تكون عجبتكم هذه الفيديو هذه، و كتبوا لي شنو هما الحوايج اللي نتوما كتسناو كورونا تمشي باش ديرهم، اولا الحوايج اللي توحشتوهم. الا تفرجتو حتى لهنا بيرسي بوكو، بسلامه.